ولك له يا مدريد له اكل هدفين من دورتموند بالشوط الاول، وجاي عم تكبر راسي علي بالكلاسيكو، يعني والله ما بعرف شو بدي اقول لك مسكين. هلا اقول لك انا مجبور كفي المباراه ولا خلص بنكتفي ب2-0؟ وقل للشامتين الا ما يجيك يوم يا برشلونه، بعدين رؤ يا كابتن، بعدنا بالشوط الاول، رؤ لنشوف الشوط الثاني، مثل ما بيقول المثل خذوا العبره في الخواتيم. يعني شو بدك تعمل يا كابتن؟ فما حاجه انساها، 2-0 قدام دورتموند وضع كتير خطير، رسمالك رسمالك تحط هدف او اثنين بتتعادل. هدفين شو يا كابتن؟ خمسة ما تقبل الا بخمسة. سمعتني منيح؟ شو عم تقول؟ خمسة؟ خمس اهداف؟ هول دورتموند خي مش ليفانتي؟ ولك لا دورتموند ولا غيره، انا الملكي ريال مدريد. جايك يا برشلونة، وين حتهرب مني؟ راحت عليك يا برشلونة. شماي شماي مدريد يا معلم، باي باي شماي شماي مدريد، انقطع عنها الواي فاي يا ولد. بروسيا دورتموند تاكل سبانخ وتقول باباي. شماي شماي، لا 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 لا، تصبر يا اخوان، دورتموند في استياق بالربيو على بطل اوروبا، على المرعب اوروبا. لا 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 يا اخوان، انا متصلت عليك والله العظيم يوسف ليكي. لا 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 لا، شو من جول، خلص راح راح، خلص بلش بلش، روديجر 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 روديجر، يلا 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 خلاص بلش فيلم الرعب، بلش يا معلم فيلم سو يا سو حبيبي حبسه. لا 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 روديجر، اخ اخ اخ، الشيخ الزنديق، الشيخ الزنديق يا معلم حيحطه في البريق. لا لا لا، هاي جول الثاني. عمي يا ابو الكشنات صب لي لبي لبي، تراني سكران وساير اعصابي انا، والتسلل تسلل. مش تسلل مش تسلل يا معلم، مش تسلل. اح اح اح، هاد وقعها اح. بدقيقتين بدقيقتين يا اخوان، بدقيقتين يا الله، قرفت ام الابطال، احذفوا دور الابطال، احذفوا الحياه، احذفوا كره القدم، خربت حياه. بسكت 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 فاسكيز 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 فاسكيز، البنتو كان فايح جبلهم الفوز. الله يضيح يا ولد مصاريهم، الله يضيح ريق أمي كرة القدم على أختي يا معلم لحيفة كرة القدم. يا الله يا خلاص، أنا أستسلم أنا أستسلم أنا أستسلم يا كرة القدم، أي انبسطت، خلاص خلاص خلاص. هاي الرابع، أربعة، هذول بيلعبوش كرة قدم يا إخوان، هذولا والله العظيم يا إخوان هاي مش كرة قدم، هاي مضرطة يا إخوان يا ولد، هذولا بيلعبوا بالحارة ولا بدوري أبطال يا إخوان يا زلمة، والله بالحارة ما بنعملها يا زلمة، نجيب جولين بدقيقتين يا زلمة، جابوا أربع جوال يا إخوان، جولين أولانيات بدقيقتين، جول ثاني دقيقتين، بلعب جول نص إنجليزي أنا ولا إيش يا زلمة؟ حاس حالي فرعون، اقسم بالله العظيم انا هسه حصير اصح من النوم زي اندرتيكر من ورا ريال مدريد. الناس الطبيعيه بتصحى بتتمغط، انا بص عليك طوالي من الهم والكشلات اللي شفته، من الكذب اللي شفته. مدريد والله. شو هذا؟ هاتريك، لا يا زمرحة، معقولة فينيسيوس
خمسة اخوان. هذا فتح عبارة هذا اخوان. هاي ليلة عريس، هاي مش ليلة ابطال اخوان، هاي ليلة انتر. يس ترجم انتر بالانجليزي مش هيك اخوان؟ يا زلمة خف علينا، شو هذا ابو فلاح اخوان؟ خلاص يا اخي، والله العظيم لا حول ولا قوة الا بالله، يا ساتر الله يسترها معنا. بس انا بأطالب رسميا الاتحاد الاوروبي انه يسحب ريال مدريد من بطولة دوري ابطال اوروبا لعدم تكافؤ المنافسة، والفرقة دي ما ينفعش تخش على بقية فرق ومخاليق ربنا وتلعب قصادها كرة عادية. وبعدين اتحاد اوروبي ايه اللي وجه له دعوة؟ انا بعد ما اتفرجت على الشوط الثاني المفروض اوجه اعتراض في محكمة العدل الاوروبية اساسا. يا باشا ده مش فير، دي مش طريقة. احنا مين هيقدر يلعب فرقة زي دي؟ فرقة لو جابت فيك جون تفتح الملعب عشان ترجع في الماتش تلاقي نفسك بترجع تسنطر. مفيش شخصية البطل، خلاص لغيناها، خلاص كنسلنا شخصية البطل، كنسل شخصية ريال مدريد، خلاص لغى شخصية البطل. ريال مدريد دخل على الموسم الجديد بسيستم جديد تماما، سيستم بيقول اللي هنلمحه لا هنمرجحه. ايه الكلام ده؟ عند عمك ارن سلوت هناك في جحيم الانفيلد تروح تقوله، هنا اللي هنلمحه هنذبحه. لا تنسى الاشتراك لتتوصل بجديدنا دائما.